أخباري وأعزائي أغلى مشاهدين في الدنيا، أهلا مرحبا بحضراتكم بكل واحد وكل واحدة باسمه وباسمها في برنامجكم ساعة ونص مشهورة كل تلات الساعة 8 مساء على الهواء مباشرة. مضيفكم اللي بياخد بركتكم غاسل أقدامكم دكتور مجدي إسحاق. أنا سعيد إن أنا موجود معاكم، يعني كل الشرف ليا إن يعني أسمع حضراتكم أشارككم في هذا البرنامج. النهاردة يا جماعة كالعادة عندنا الحلقة بتاعتنا مكونة من جزئين. الجزء الأول هو الموضوع بتاعنا اللي هأفاجئكم بعنوانه حالا، يعني يا رب يعجبكم. والجزء التاني كالعادة نفتح التليفونات وتبقى موجود على الهواء، يعني كل اللي عايز يتواصل معانا حوالي ربع لتلت ساعة إن شاء الله بنعمة ربنا. قبل ما ابتدي حابب يعني زي ما عملت المرة اللي فاتت، زي ما يعني تمنينا الشفاء نهنئ بسلامة العودة. أنا شخصيا بحب أبعت يعني قبلة محبة ويعني باقة من الورد لأبي الحبيب قداسة البابا الأنبا تودروس على سلامته وعودته بالسلامة، ولأبي الغالي المحبوب الأنبا موسى أسقف الشباب على عودته بالسلامة. الاتنين رجعوا بألف سلامة بعد نجاح الأدوية والعملية الجراحية اللي سيدنا تممها. ربنا يعني يديمكم لينا وللكنيسة كلها. تاني حاجة عاوز أقول لكم قبل ما أبتدي، حاجتين حصلوا لي الأسبوع ده يعني فرحوني شوية. الأسبوع اللي فات أنا كان صعبان عليا من نفسي غالبا، أنا كنت زعلت حد فيكم إن أنا كنت بضحك شوية. واحدة كلمتني على الفيسبوك وقالت لي على فكرة أنا صعيدية وبحبك جدا، أشكرك جدا يعني ليا الشرف، وقالت لي على فكرة إحنا بنحبك وأنت بتهزر معانا، وعلى فكرة أنا صعيدية ومن سوهاج. طبعا انا مش هقول اسمها، لكن يعني قالت لي واحنا واحده من كتير بنتابع الحلقات، يعني اشكرك رطبتي خاطري شويه. النهارده كمان قابلت ام فاضله، ست يعني عظيمه يعني تقيه كده، عمرها 81 سنه، خدتني في حضنها زي ابنها كده وقبلتني وقالت لي انا بحبك وبدعي لك وبصلي لك، واحنا على فكره بنحبك واحنا فاهمين كويس انك انت بتضحك معانا مش علينا. اشكرك يا امي انك بتدعي لي، ويا رب كل الامهات اللي يكونوا بيسمعونا يكونوا بيدعوا لي زي ما هذه الأم الفاضلة بتدعي. أنا بعايش بصلوات كل حقيقة. موضوعنا النهاردة على سيكولوجية الضحك واضطراب المشاعر. عنوان برضو كعادتنا بنختار عناوين كده، يعني يا رب تكون جميلة ومختلفة ما تكونش مكررة. سيكولوجية الضحك واضطراب المشاعر. الجزء الأول أنا هتكلم على موضوع فيسيولوجي بعنوان الضحك، والجزء التاني لو الوقت سمح هخش في حاجة اسمها اضطراب المشاعر او الـ ما نسميه المرض، بيسموه اضطراب الوجدان ثنائي القطب او المرض الوجداني او الاكتئاب الوجداني او الهوس الاكتئابي. هقول لكم حالا لو وقتنا سمح بذلك. انا الاول ابتدي بموضوع بعنوان سيكولوجية الضحك. الموضوع ده على فكرة اثار انتباه العلماء في العالم كله، لدرجة ان فرويد اعتبر ان الضحك الفكاهة واحدة من ارقى الانجازات النفسية للانسان. طبعا اللي فيكم يرجع للتاريخ يلاقي انه رسومات أجدادنا الفراعنة اللي موجودة على الجداريات بتاعتهم دائما ترسم الإنسان مبتسم على فكرة. ولو أنتوا لاحظتوا حتى الفن القبطي هتلاقوا وجوه سيد المسيح وأمنا العذراء وجوه مرتاحة مبتسم، صحيح مش بتبين السنان يعني الابتسامة السمايل الجامد ده، ولكن كلها مفيش حد حزين، كل الوجوه مبتسمة مرتاحة ملامح الوش. حتى عيون الفراعنة ومتاخد منها الفن القبطي عيون واسعة، تلاقي العين واسعة كده إشارة إلى الاستنارة والراحة والنقاء والصفاء. تعرفين سراج الجسد هو العين. الضحك الحقيقة أثار انتباه العلماء وقالوا إنه الضحك عبارة عن الفلسفة الأكبر في حياة الإنسان، وهي يعني القصة التي تشغل بال العلماء، لدرجة إنهم قالوا إنه هناك في بعض الأبحاث مركز خاص في المخ البشري في الدماغ هو مسؤول عن الضحك. ولو انه بعض الامراض زي امراض الجلطات او الصرع اذا اصابت مناطق من المخ سواء بالكهرباء الزائده او بالجلطات يتوقف الانسان عن الضحك، ما يعرفش يضحك. فاكتشف ان في اماكن في المخ، ناس بتقول طبعا كلام كتير مش عاوز اشغلكم بيه، يقولوا في جزء قبل الفص الامامي وفي الفص الايسر، وناس قالوا اسمها الهيبوكامبس والاميجدالا، قعدوا يقولوا اماكن في المخ كده معينه هي اللي تتحكم في الضحك وتعبيرات الضحك والمهارات اللغويه المصاحبه للضحك. يعني الضحك على فكره عمليه مركبه جدا، مش مجرد ابتسامه، لا دي عمليه معقده فيها حركه الايدين والبق والصوت والفم والحركات.
لها مركز متخصص داخل المخ يعني. لدرجة ان هم قالوا ان بعض الناس اللي بتصاب زي ما قلت لكم بأجزاء تلفية في الدماغ تفقد القدرة على الضحك وتفقد القدرة على الإحساس بالنكتة. يعني بعض الناس اللي بتصاب بالجلطات الدماغية أو السكتات الدماغية بعد ما بتقوم بتفقد القدرة على المرح ده، مما يدل إن في جزء خاص في المخ مسؤول عن هذا الأمر. العلماء بقى أفتوا في فوائد الضحك، وأنا النهاردة نفسي إن كل الناس تبقى مبسوطة. وطبعا أنا اقترحت مرة سابقا على فكرة زمان في بعض المؤتمرات اللي تشرفت بحضورها وبعض الحلقات اللي قلتها، زي ما قبلنا بلاد سبقتنا، بس يمكن الكلام ده كان من زمان، يعني استحداث ما نسميه وزارة للضحك. وانه الفنون الراقية زي الكوميديا الراقية، طبعا مش الكوميديا المبتذلة، لان في كوميديا راقية جدا، وفي بعض الكوميديانات في العالم بيتصنفوا كأنهم معالجين للاكتئاب. وفي قصة مشهورة دايما بحكيها عن واحد مشهور في فرنسا، زرت انا المسرح بتاعه في باريس، اسمه لوي دو فيناز. لوي دو فيناز ده احنا يعني تربينا من صغرنا في المدارس على الكوميديا بتاعه، واحد حد عامل زي نجيب الريحاني وعادل امام وتشارلي شابلن، حد بس فرنساوي يعني. الراجل ده كان مشهور جدا وكان عنده مسرح خاص بيه في فرنسا، وكان ملك الضحك. بس طبعا يعني يبدو ان ليس له حظ في الاعلام العربي، لانه يعني ما اشتهرش غير في البلاد الاوروبيه، لكن كنا احنا بنتفرج عليه في المدرسه. الشخص ده قريت عنه قصة انه هذا الشخص في يوم من الايام كانت تذهب الناس الى مسرحه جحافل، يعني امم، عشان يعالجوا من الضحك بسبب الكوميديا الراقية اللي كان بيقدمها، كوميديا الموقف وكوميديا الشخص وكوميديا الطباع اللي كان بيقدمها. وكان بعض الاطباء النفسيين بيفتحوا جنب المسرح بتاعه وينصحوا الناس بالذهاب اليه لما تلاقي تفشل كل الادوية النفسية، يقول لهم روحوا اضحكوا عند الراجل ده يعني. وطبعا ما زال في مصر هذا الفن رائع جدا، بالذات لما تبقى الكوميديا راقدة تبقى بتضحك لانك عاوز تضحك. تمام، اقول لكم حاجة برضو لطيفة يعني قريتها وانا بحضر الموضوع بتاعكم الجميل ده بتاعنا كلنا. طبعا انه عملوا دراسة موثقة على موضوع الضحك، ولقوا ان الضحك فضيلة اجتماعية او مهارة اجتماعية. يعني عملوا دراسة، مش عاوز اقول لكم بقى التفاصيل، دراسة موثقة ومكتوبة ودراسة عالمية، يعني ان هم نزلوا ناس بيصوروا النكتة، يعني يجوا الواحد يصوروه بالفيديو يقولوا له قول نكتة، وكانوا بيشوفوا انطباعات الناس دي لما بتقول نكتة ازاي وامتى بيضحكوا. فاكتشفوا خلاصة الدراسة الطويلة بعد يعني عشرات من ومئات من التصويرات والتحليلات وكده، ان الانسان بيضحك بس لما يكون شايف حد جنبه. يعني الضحك يعني وسيلة اجتماعية، بمعنى انه بيضحك على ضحك الناس. يعني انت لوحدك غالبا مش هتضحك، لو اتفرجت على فيلم كوميدي قد تبتسم طبعا وقد تضحك، لكن الضحك بيبقى على اعلى مستوى لما بتشوف اللي حواليك كلهم بيضحكوا. عشان كده حتى العلماء قالوا تعبير لطيف، قالوا ان الطفل في بطن امه، في الجنين في بطن امه قد يبتسم لكن ما بيضحكش، يعني هو بيتاو وبينام وبيهرش وبيبكي، وقد يبكي وقد يتألم وقد يعني يتثاءب وقد يتململ، ها انما ويبتسم انما ما يضحكش. ما سجلتش الالترا ساوندز اللي هي الموجات الفوق الصوتيه للاطفال ضحك، لكن الطفل يبتدي يبتسم ويضحك لما يتولد بعد شهور من الولاده، انها فضيله اجتماعيه او مهاره اجتماعيه. فيعني من ضمن الحاجات اللطيفه اللي في الضحك. ايه بقى فوائد الضحك؟ طبعا انا بشجعكم النهارده نضحك، بس ضحك حلو يعني، ما هو في ضحك سخريه مش بتاعنا، وفي ضحك تجريح للناس مش بتاعنا، وفي ضحك جهال مش بتاعنا. احنا بنتكلم على الضحك الجميل اللطيف اللي بيخلي الاسره كلها سعيده. وانا بشجع كل اب وام يعني نوزع في البيت ضحكات وابتسامات، عشان انا في رايي ان الملائكه كائنات ضحك، في رايي ان السماء مكان ضاحك جميل نبتسم فيه، بر وفرح وسلام في الروح القدس. ده لازم نبقى مبتسمين على طول، ده وجه من اوجه يعني الحضور اليه. وارى شخصيا ان المسيح كان يعني وجه الله المبتسم. وطبعا يمكن انا حكيت معاك قلت لكم ان السيد المسيح لكل المجد لما كان على الارض لم يكن متجهما على الاطلاق زي ما بعض الناس اشاعوا انه مكشر وبحزين وباكي. راي، لكن الراي الغالب وما كانش طبعا هو الراي السائد، انه دايما كان مبتسم وجهه جميل. وحكيت لكم يمكن مره ليه ان الدليل القاطع الشافع الجامع المانع الواحد، ها، انه كان بيحب الاطفال والاطفال بتحبه. مش ممكن الطفل تروح لواحد مكشر، دعوا الاولاد ياتون اليه، عايزين يجوا، التلاميذ منعوهم قال لك بقى ما يصحش وبتاع، هو اللي وضع يده واحتضنهم. الطفل عمره ما يحب حد متجمع. انا اتخيل انه كان قاعد بيحتضنهم وبيداعبهم وبيلعب في شعرهم وبيفوجنتيهم وبيقبلهم وبيبتسم، وربما يعني
يعمل معهم العاب بكل الطرق، اتخيله هكذا يعني، واتخيل انه كان مع المسيح لطيف المعشر. مش ممكن روح ربنا يقول انه من ثمار الروح القدس في غلاطية 22 محبه فرح سلام طول انا لطف، الانسان يبقى لطيف يبقى المسيح نفسه ما كانش يعني المصدر الاول للفرح والسعاده في العالم يعني. مش معقول اللي بيقول تعالوا الي جميع المتعبين في متى 11 وانا اريحكم ما يكونش بيريح الناس، على الاقل وجهه مرسوم عليه الابتسامه الجميله، يكفيني ان ارى وجهه لابتسم يعني. فوائد الضحك بقى، قالوا انه الضحك له فوائد جامه، وانا بدعوكم النهارده بعد الحلقه ان نتبادل الضحكات والسعاده والفرح والابتسامات. لو ان الضحك بيعمل الاتي، اول حاجه لقوها ان هو بيعمل عمليه تبريد للدم المندفع للمخ، تخيلوا يعني درجه حراره الدم بتقل شويه، وده اللي بيؤدي الى اندفاع بعض المواد الكيميائيه وتقليل بعض المواد الكيميائيه. مواد التوتر بتقل زي الادرينالين والكورتيزون وغيره بتقل، دي ما اسمها مواد التوتر. العكس، في هرمونات بتطلع اسمها مواد الفرح والسعاده، من ضمنها السيروتونين هو مادة السعادة، والدوبامين والأكسيتوسين، دي كلها مواد تؤدي إلى المرح والسعادة والحب. وأحيانا بعض الهرمونات الأخرى زي هرمونات النمو، يعني حتى الولد بينمو في بيئة صحية لما يضحك. يا جماعة اضحكوا مع عيالكم، هجيب لكم حالا قصة الضحك مع الأولاد يعني. ولو أن مش بس كده الإنسان بيضحك، لكن كمان بيقل إحساسه بالوجع وبالألم نتيجة طلوع هذه المواد الجميلة يعني. بعد 6 ثواني من الضحك، 6 ثواني، 1 2 3 4 5 6، إذا ضحكت من قلبك 6 ثواني ورا بعض، يتجدد نشاط الجسم كله بسبب هذه المواد. الباحثون لو أنه مشاهدة المواقف الضاحكة المبتسمة في البيت أو في العائلات أو في حتى في المشاهدات تطلق مادة في اللعاب اسمها الإيمينوجلوبولينز، دي بتطلع من اللعاب عند الضحك. مادة الإيمينوجلوبولينز دي تؤدي للدفاع عن الـ 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 الأمراض زي الفيروسات. ولقوا أن الناس التي تحسن الابتسام والضحك تنطلق المواد دي في لعابها، نسبة الإصابة عندها بالبرد تقل من 3 لـ7 مرات عن الناس الطبيعية. فرصة بقى هو علاج مجاني للبرد، اضحك مش هيجي لك برد، تمام. وطبعا بالإضافة للمواد اللعابية اللي بتطلع منه جلوبين، بتطلع في الجسم مواد زي الانترفيرون. سمعتوا الانترفيرون بيعالج الفيروسات يعني، هو بيعالج حتى هيباتيتس بي وسي، دي بتطلع من خلال الفايبروبلاست والليكوسايتس، هي مواد الكرات الدم البيضاء والخلايا المناعية اللي موجودة في الجسم، تؤدي إلى زيادة المناعة العامة في الجسم يعني، مش بس مناعة اللعاب، مناعة الجسم كله. إيه كمان تاني؟ لو إنه الضحك والسعادة بتطلع مواد تقاوم السرطان، قلت لكم الانترفيرون ده خط دفاع ضد السرطان، لا شك ان السعداء والضاحكين والمبتسمين اكثر دفاعا عن المواد السرطانيه اللي في جسمهم يعني. العبوس العكس يؤدي لزياده الخلايا السرطانيه، لدرجه دلوقتي بيقولوا حاجه لطيفه جدا ان هناك حاجه اسمها حرب ضد السرطان بالضحك، الناس المرتاحه والمبتسمه بتستجيب افضل حتى الادويه الكيماويه لعلاج السرطان يعني. ضحك لمدة للدقيقة واحدة يساوي 45 دقيقة من الاسترخاء، يعني لو انت حبيت كده تسترخي وتشرب لك شوية يعني برتقان ولا ليمون وتقعد في جو لطيف كده تتفرج على يعني مناظر جميلة هادئة، لو ضحكت لمدة دقيقة ده يساوي خمسة يعني اجازة مجانية هو. وطبعا بين قوسين هناك ما نسميه دقيقة من الاجازة، في اجازة دقيقة، في الدقيقة دي بنضحك وبنفرح وبننبسط يعني. بالإضافة كمان لكده لو أن الضحك عبارة عن تمرين للجسد كله، تمرين لعضلات الوجه والحجاب الحاجز والقفص الصدري، حتى بيقولوا حتى في الدراسات حتى لو كان الضحك ده يعني خفيف أو مش متصل بيعمل تنشيط للجسد كله. إيه كمان تاني؟ لو يا جماعة أنه الضحك يؤدي إلى تحسن ضغط الدم ووظائف القلب. طبعا هو يقول لك واحد لما يضحك في الاول الضغط بترفع حاجه بسيطه يعني لغاوي دراسه يعني، وبعد كده ينخفض انخفاض دائم. كمان ايه كمان اللي بيحصل؟ زياده الاكسجين المتدفق، لان انت لما بتضحك بتاخد نفس عميق بتؤدي الى دخول الهواء الى الرئتين، وزياده الاكسجين المتدفق للمخ وللدم وللعضلات وتحسن المزاج. كمان تاني تعزيز الابداع، حتى الابداع في الضحك احلى يعني. الواحد لما حتى انتوا بنقولها مع بعض، انا مزاجي انت مزاجك النهارده عالي حلو، فتبدع احلى. اذا كان الانسان بيرسم او بيكتب شعر
او بيلعب رياضه، كل ما تبقى يعني اعضاءه وعقله مرتخي كل ما يبقى يعني مبدع اكتر. يعني الضحك عند الاطفال، انا قلت لكم من شويه ان الاولاد ممكن يناموا ويحلموا وحتى يعملوا حركات ويخبطوا من الفرح ويمسك الحبل السري ويخبط في بطن امه، ممكن يبتسم، ممكن يسمع، ممكن يتذوق، لكن زي ما قلت لكم ويعبر عن فرحته بانه يخبط برجليه، لكن ضحك قلنا دي ما بتبانش غير لما الطفل بيولد، ويبان الكلام ده بدءا من الاسبوع الثالث من عمره، اول ما يبتدي يدرك ان في حواليه يعني جو محيط من الناس ممكن تشعر بيه وتتفاعل معاه. لو انه الضحك ده يولد مع الطفل وينمو بمعاملة الام مع ابنها، ده ينتقل بقدرة الام على اشاعة الضحك جوه ابنها، يعني الام المكشرة المتجهمة، تصوروا الولد بيشعر بالسعادة زي ما قلت لكم في بطن امه وفي الاسابيع او الايام الاولى من عمره، عاوز الام تبقى مبتسمة وضحوكة، والولد يبتدي يتعدي من الام انه يضحك بصوت عالي، يعني ضحكة الأم صوتها بي 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 بينطبع في مخيلة الطفل الصغير فيعمل يقلدها يعني، والطفل اللي بيشوف الأم مكشرة وزعوقة ربنا يكفيكوا شر الزعيق وغضوبة ومكشرة وخناقجية ومتضايقة على طول وبتضايق اللي حواليها، الولد بيتعدي، الكآبة معدية زي ما الضحك هو مضحك يعني معدي يعني. لو كمان حاجة جميلة العلماء ان الضحك وصفة سحرية لعلاج الامراض، تاريخيا منذ القرون الوسطى كان بعض الجراحين مشهور، واحد منهم اسمه هنري دي مونتفيل، هنري دي مونتفيل ده كان مشهور ان هو جراح وكان بيحكي بيكتب في تاريخه ان هو كان متخصص في انه يضحك، يروي يعني يحكي نكت للمرضى وهم طالعين من أوضة العمليات، وكان بيسجل ملحوظاته ازاي بيفوقوا اسرع من البنج وبيتماثلوا للشفاء والجرح بيلتئم بسرعة يعني. بعض الدكاترة كانوا بيصفوا الضحك للناس اللي عندها بعض الأمراض الفيروسية زي الرشة زي ما قلت لكم، حكاية اللعاب والإيميونوجلوبينز اللي بتطلع يعني. في بعض البلاد انه لو انه هناك مؤتمرات تستحق ان تعقد دوليا للفكاهة، يعني بدأت من سنوات ليست ببعيدة، لكن عملوا يعني مهنة او جزء من الطب اسمه العلاج بالضحك، بيسموه لافتر سايكولوجي، يعني العلاج بالضحك، وعملوا مؤتمرات لدرجة ان في واحد دكتور مشهور اسمه ويليام فراي، ويليام فراي ده بيقول انه اول ما كتب عن العلاج بالضحك الناس كانت بتبص له زي جاليليو، هو كاتب كده في تاريخه، كان عارفين جاليليو لما كتب ان الارض تدور حول نفسها واتهموه في القرون الوسطى ان هو اتجنن واصدروا امر بحرق كتبه ثم قتله، قالوا ان الناس كانت بتعامله بهذا الامر ان هو مجنون، يعني ايه العلاج بالضحك؟ وبعدين ابتدت تستقر في وجدان الناس ان سيكولوجية الضحك جزء مهم جدا من اشاعة الفرح في الناس. عملوا كمان حاجة اسمها زي ما قلت لكم العلاج بالضحك، ابتدت دلوقتي يبقى فيه في المستشفيات العالمية في أمريكا وأوروبا والهند واليابان مراكز وصلت لمئات ربما اقتربت من الآلاف، مراكز للعلاج بالضحك تبقى جزء من سيستم المستشفى. وبالمناسبة في العالم الغربي يا ريت في مصر يعملوا كده، عندنا جزء في المستشفى، احنا بلد الضحك يعني، يعني خفة دم المصريين دي في العالم كله، ده انا فاكر لما بنسافر يقول لك انتوا وحشتونا ضحكتكم المصرية وحشتنا. فيعني من ضمن الحاجات المدونه عن العلاج بالضحك في المستشفيات دلوقتي بيعملوا حاجه اسمها هوليستيك ميديسن، اي يسموه العلاج الشامل، يبقى جزء من علاج الامراض العضويه والباطنيه والجراحيه في قسم اسمه قسم العلاج النفسي، وفي هذا القسم في جزء متخصص للضحك بكل الطرق، بالافلام وبالقصص وبالفكاهات وبالانكدوتس اللي هي النكت المتعارف عليها، يخلوا الناس تطلع من العمليه مبسوطه. الممرضات لازم تبقى بتضحك، يعني ده جزء من تدريب الممرضه اليومي كيف تضحك، لو الممرضه المكشره بيتم استبعادها، دكتور بيضحك الكشاره والغباره والفهم والشيش المشدود ده ما ينفعش، لازم يبقى بنضحك، وشك علاج للناس يعني. حتى الأمراض الجلدية طلبوا من الدكتور يضحك، كل دي أبحاث قدامي يعني.
لان الضحك بيحسن الحاله النفسيه للمريض واستجابته للدواء يعني. وعايز اقول لكم انه يعني عملوا ابحاث موازيه لابحاث الدواء. انتوا عارفين لما بنيجي نعمل ندي دواء للمريض بيتعمل دراسه لاثار الدواء الفعليه، لقوا ان بجوار الدراسه دي يشوفوا الانسان في حالته النفسيه الضاحكه واثر الدواء الايجابي عليه، وعشان كده يخلوا المريض قاعد في اوضه مبسوط وكل الناس تخش عليه بتضحك، وينبهوا عليهم في الاوضه للممرضات والدكاتره والزوار لازم نضحك. حتى زي ما قلت لكم في الجراحه، سواء يعني قبل الجراحه او بعد الجراحه، حتى الدكاتره بتوع التحاليل يعني قالوا انه حتى الناس اللي بتحب الضحك الارقام بتاعت التحاليل سواء الكوليسترول او السكر او التحاليل الكبدة او الكلى بيحصل فيها تحسن ملحوظ وملموس لكل انسان بيضحك يعني. ايه كمان تاني؟ دراسات قالت حتى الانسان وهو بيضحك بتتحسن بعض الامراض الغريبة زي السكر مثلا، يعني الانسان حتى في جو الاكل لما بيبقى مبسوط، يعني حتى ماما وهي بتقدم الاكل يا ريت تبقي مبتسمة ولاقيني ولا تغديني، مش فاهم، مش يلا نطفح، نطفح ليه يا ماما الله يبارك لك، ما ناكل، ما احنا هناكل مع بعض، عايزين نخلص وناكل ونقوم ونغسل ايدينا ونخش نذاكر، نكدتي علينا ال10 دقايق نقعدهم ليه طيب؟ وانت بتنكد على ماما ليه مش عاوز تاكل؟ جو الجميل ده حتى طريقة تقديم الاكل والابتسامة لقوا في بعض الدراسات انها بتحسن مستويات السكر في الدم، يعني ما يعلاش. تحسن التمثيل الغذائي والهضم، يعني بتعمل مقاومة حتى ضد الامراض. بتقلل من بتزود من استهلاك الطاقة، حتى الضحك بيخلي الطاقة تحرق المواد دي أعلى من اللازم يعني، وإفراز الهرمونات الموجودة في الغدد الصماء اللي بتساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم يعني. طيب أنا طبعا زي ما يعني كالعادة مضطرين نوقف الحلقة بتاعتنا عشان نستقبل بقى تليفونات حضراتكم. يا أهلا وسهلا بكل تليفوناتكم. معانا مريم من أمريكا. أيوة يا مريم، ألو مريم، ألو، اتفضلي يا مريم معاكي، أهلا بيكي. أهلا، مساء الخير يا دكتور مساء مايك. النور يا مريم، أهلا بيكي يا مريم، اتفضلي أنت على دكتور الهوا مايك يا مريم، اتفضلي. أنا بص عندي مشكلة، عندي بنتي عندها 24 سنة، ناجحة جدا في حياتها الدراسية وكل حاجة كويسة، فهي مؤهلة للجواز دلوقتي وكده، هو بإذن الله يعني قريب. أنا ملاحظة فيها يا دكتور مجدي، كل اللي هي بتعمله أهم حاجة عندها في حياتها right now أصحابها، أهم حاجة أصحابها، إزاي ترضيهم، إزاي تعمل لهم، إزاي تخليهم، إزاي تكون معاهم دايما، بتدي كل التايم بتاعها لأصحابها ومهمين جدا في حياتها رايت ناو. يعني ممكن اقول لحضرتك اهم من الجيران بتاعها، اهم من الفاميلي احنا. فعايزه ان هي كل ما اتكلم معاها في اي ديسكشن، في اي مواضيع، في اي حاجه، لو اهم حاجه عندها ترضي اصحابها ازاي. ودايما تقول لي يا بلاش انت ما عندكيش، او اولويز انت منطويه مش عايزه يبقى لك اصحاب كتير، لان انا عارفه ناس كتير بس ما بحبش اكون يعني انفولف كده مع ناس كتير. هي الاوبوزيت، هي عكسي خالص، فدايما ما حد تاني ان انا رونج ومين اللي صح. فعايزه حضرتك تديني كلمه تقولي مين اللي صح فينا، وتقولها بالعربي وتقولها بالانجلش عشان لما يحصل قاعد اقول لها اوكي يو ليسن وشوفي مين بالظبط، مين فينا اللي صح ومين فينا اللي غلط. ميرسي يا دكتور مجدي. العفو يا مريم، اهلا بيكي. انا بس عندي وان كومنت الاول ليك، الاول قبل ما اكلم بنتك. الكومنت الاول انه الليفلز اوف ريليشنز ويز بيبل ديفرز فروم somebody تو ذا اذر، يعني المستوى في العلاقه ما بين الناس، التعمق في العلاقه ما بين الاصحاب والانتماء للاصحاب بيختلف السن وبيختلف من شخص لشخص. فانا نصيحتي ليكي انت شخصيا خشي دنيا اصحابها عشان تقدري تنظمي شويه العلاقه، لان واضح ان بنتك imbalanced شويه، انه الديب ريليشن مع اصحابها ممكن ياخدها من نفسها ومن ربنا ومن حياتها ومن توازنها ومن قراراتها الشخصيه يعني. فاي يعني اتمنى عليك انك انت تو انفولف يور سيلف ان هير لايف ستايل. يعني انت عارفه احنا لما بنبقى اباء وامهات شويه
الكريتيسيزم ليهم بيخليهم يقاومونا النقد يعني، ويعملوا زي كاونتر اتاك. فماي ادفايس ليكي، حاولي تخشي جوه دنيه بنتك عشان تساعديها تبقى بالانسد. والنصيحه بقى العامه اللي بنقولها لاولادنا، بالانس از ذا كي اوف بيرسوناليتي ديفلوبمنت، هو مفتاح التوازن في الشخصيه. كل حاجه في الدنيا تتعمل حلو، اصحابنا ليهم مكانه، وي ريسبكت اور فريندز، لكن في نفس الوقت ان هم they do not involve in our life till the extent ان هم يعملوا لنا قراراتنا our decisions و our يعني management of our life يعني. فمن فضلك اعملي النصيحة دي، وانا بشجع بنتك على الطرف الاخر ان هي تبقى بتحب اصحابها، لكن في نفس الوقت تبقى عندها السلف كنترول عشان اصحابي ما يقودوش حياتي على حساب مبادئي واخلاقي ووقتي واتجاهاتي يعني. ربنا معاك يا مريم، وتشرفت بتليفونك، اهلا بيك بنت الرب من القاهرة. اهلا بيك يا بنت الرب، تفضلي، تشرفت بيك، اهلا. الو، تفضلي، اهلا بيك يا بنت الرب. بنت الرب انت على الهواء، وطي التلفزيون وكلميني من التليفون على طول لو سمحت. الو يا بنت الرب، وطي التلفزيون وكلميني من التليفون لو سمحت. حاضر يا دكتور. ويا ريت نداء لاصحاب القلوب الرحيمه، يعني رفق الانسان باخيه الانسان، انا اخوك الانسان، نوطي التلفزيون اول ما نتكلم. اتفضلي يا بنت الرب. حاضر، اهلا بيك. بص حضرتك، انا عندي مشاكل في انا وجوزي على طول، ودايما يرجع في كلامه، ودايما مش مهتم بيا ولا بابني، يعني تعبانة نفسيا منه، لأن هو كل حاجة بيتخانق معايا على طول. بنت الرب، ممكن أسألك سؤال وما تزعليش من صراحتي، ممكن؟ اتفضل. لو أنا سألت، أصل جوزك مش موجود ونحن نحترم غيابه يعني، لو أنا سألتك، لأنك أنت اللي قدامي، أنت أنا اللي طايلك دلوقتي، لو أنا سألت جوزك يشتكي منك ولا لأ؟ طبعا. بس أنا حضرتك، أنا جيت لك قبل كده وفي العيادة حضرتك، يا أهلا وسهلا، أنا معاك عشان أحاول أكلمك وكده، ما عرفتش. لا معلش، تحت أمرك، بس أنا السؤال عشان نقدر نرد رد كويس. طبعا فوق دماغي، وأهلا وسهلا، كلميني في أي وقت، لكن أنا سؤالي دايما عشان أدي نصيحة لحضرتك، الأول أقول أنا دوري إيه قبل ما أقول الطرف الآخر دوره إيه. فأنت لو أنا سألته بأمانة، ممكن طبعا يكون عنده عيوب، لكن أنا عندي عيوب وأنت عندك عيوب. الشغل المظبوط ابتدي بنفسك قبل ما اشتكي منه، لأن هو محتاج كلام. ابتدي أنا بنفسي بعد إذنك يا بنت الرب، ابتدي بنفسك أنت، شوفي إيه النقط اللي تقدري تعمليها، مش هقول عشان نلغي الخلافات لكن نقللها. أكيد هو عنده شكوى، نحاول نسمع الشكوى دي ونقرب. قد أكون عصبية، قد تكوني شوية بتتدخلي، أنا معرفش، أنت ممكن تكوني أحسن واحدة في الدنيا، أنا معرفش يعني، لكن وأكيد أنت أحسن واحدة في الدنيا، لكن يعني شوفي النقط الحادة اللي بتزعجه وابتدي بيها. ده نصيحتي ليكي ولأي واحدة بتكلمي أو حد بيشتكي من شريك حياته. بدل ما تاخدي بالك من عيوبه ابتدي بنفسك. فأنت حتى تشجعي، لو جيتي تقولي له بص أنا ابتديت أهو، الحته اللي بتزعلك خدت بالي منها، فهو كمان يبتدي يقول ايه، طب ما انا كمان اخد بالي. لكن عارفه لو هاجمتي وجرحتي، وده سهل مش صعب ان احنا نهاجم، هيروح عاند ويقول لك ما انت فيك. لكن لو انت ابتديتي تقولي انا اهو انا هاخد بالي من كذا وكذا، وبشجعك تعمل كذا وكذا، بنفتح الباب لاصلاح مشترك ما بيننا احنا الاثنين. طيب يعني معلش الخط قطع، ناخد التليفون اللي بعده. عاطف من القاهره، اهلا بيك يا عاطف، تفضل يا عاطف. ايوه يا فندم، مساء النور يا غالي، تفضل، اهلا بيك. ماشي دكتور مجدي، صح على طول؟ وحياتك، اتفضل، انا معاك على الهوا حبيبي، اتفضل. ازيك يا دكتور مجدي؟ انا بخير يا حبيبي طول ما انت بخير، اتفضل. امانة يا دكتور، اتفضل، انا تحت امرك، اسال، ايه سؤالك؟ يا دكتور عندي مشكلة لمراتي. الو، انا سامعك حبيبي، اتفضل. انا عندي مشكلة لمراتي، عندها بتديرها وجعها من جوه كده، بتنومها في الارض، بتديرها علاج دكتورة لمخ واعصاب، وبتاخد العلاج، وبتدي حضرتك تاني يا دكتور تتكلم كلام كده هلوسة، كلام من بتركيز كلامه بس، اي كلام كده. الو يا دكتور حبيبي، انت بتقول كشفت على مراتك؟ كشفت لها، عملت رسم مخ ولا لا؟
دكتور مخ واعصاب. عملت رسم مخ؟ عملنا رسم مخ وقال لك رسم المخ كويس. طيب يعني بعد كده كتب لي على علاج مهديات، كتب لي على حقن، وبعد كده بتاخد النوبه كده، هي عندك كانت حامل ولدت في الشهر الثالث، وجات لها ايه النوبه دي، وترميها في الارض وتستنى كده وتتقلب في الارض وتتعصب جامد وما تعرفش اي حد قدامها، بس بعد ما تفوق تفهم كل حاجه هي اللي قالتها على طول. يعني انت بتقول ان يعني المدام حامل، خليك معايا يا عاد، انت بتقول ان المدام حامل؟ كانت حامل ووضعت. هي في الشهر الكام دلوقتي؟ لا ما هي وضعت. طيب يعني انا بعد اذنك، شوف بعد اذنك عشان بس ابقى دقيق في الحكم معاك، حضرتك طالما خلفت نقدر نعمل رسم مخ تاني بعد الولاده، وبناء على وضع الرسم بتاع المخ، وينصح انه يتعمل ديجيتال رسم مخ، بيسموه رسم مخ ديجيتال، واحيانا ينصح برسم مخ بالفيديو، وفي انواع من رسم مخ بيسموه مطول او ديجيتال او بالفيديو، عشان نشوف هل في اضطراب في كهربه المخ ولا لا. وبعد ما نعمل رسم المخ ده يتعرض على دكتور مخ واعصاب تاني ونقرر العلاج، لان النوبات دي ممكن يبقى في اشتباه من اكتر من تشخيص، فاول حاجه لازم نعملها نستبعد وجود كهرباء نشطه في المخ. فبعد اذنك حضرتك هتعيد لي رسم المخ تاني، وتطلب ان هو يكون رسم مخ مطول، يعني مش بيبقى اللي هو القصير، طويل شويه، ويتحدد فيه نوع الكهرباء عشان نقدر نحدد نوع العلاج ان شاء الله. سلامات يا حبيبي، الف سلامه. الف سلامه يا عاطف. نسيم من البحيره، اهلا بيك يا استاذ نسيم، اتفضل حبيبي، اهلا بيك. الو، اتفضل يا نسيم، انا معاك. ازيك يا دكتور؟ انا كويس طول ما انت كويس، اهلا بيك. ربنا يبارك لك يا دكتور. عيني. اتفضل يا نسيم، اتفضل، انت على الهوا، اتفضل. يا دكتور انا عندي، انا مريض كبد. سلامتك. الله يسلمك، اخذت العلاج 3 مرات. اتفضل. ما جابش معايا اي نتيجه. اتفضل. فدلوقتي عندي مشكله، اصبت بالغضروف في ظهري الفقره الرابعه والخامسه. العمر كام سنه؟ انا عندي 38 سنه. خدت انهي علاج، حقن ولا اقراص؟ نعم. العلاج اللي خدته حقن ولا اقراص؟ اخدت الانترفيرون في الاول مرتين. خدت اللي هو كل اسبوع ولا 3 مرات في الاسبوع؟ اخدت في البدايه حضرتك الحقنه اللي كانت بتاخد كل اسبوع اللي هو انترفيرون. تمام. قعدت 2 سنين اخد. تمام. وبعد كده اخدت السفالبي اخر مره دلوقتي وما جابش برضه معايا نتيجه. تمام. وبعدين جالك الغضروف. وبعدين جالي الغضروف. الغضروف اللي جالك في انهي فقره؟ في الفقره الخامسه والرابعه. قطنيه طبعا. طيب سؤال حضرتك ايه؟ اتفضل يا استاذ نسيم. انا نفسي ثابت مش عارف اعمل ايه، بيقولوا لي في علاج جديد نزل، محتار اكمل ولا اسكت ولا اعمل ايه؟ انت عملت اللي هو البي سي ار بتاع الفيروس، انت فيروس سي مش كده؟ في يا دكتور. عملت البي سي ار كوانتيتيف، يعني عملت التحليل؟ عملت التحاليل. طلع عالي مش كده؟ طبعا انا لما قبل ما اخد السفالدي ده كان عندي 6000، بعد ما اخدت السفالدي بعد جالي 3 شهور لقيت عندي مليون. طيب يبص، هو في طبعا عفوا، هو الـ يعني مش تخصصي الموضوع، لكن يعني انصح بان حضرتك تتعرض على حد من اساتذه الكبد، وهم كثر في مصر ومشاهير جدا، وفعلا في علاج نزل، يعني يعني السوفالدي في منه يعني انواع اكثر تقدما منه، وبالذات ان نوع الفيروس الموجود في مصر جينوم 4، انت عارف ان الفيروس ده انواع كتير، الجينوم اللي في مصر 4 وده متغير بيقاوم السوفالدي شويه. فطبعا طالما البي سي ار عالي، لو انزيمات الكبد عاليه، ينصح لحضرتك انك انت تستشير حد من اساتذه الكبد وتاخده وما تخافش، ان شاء الله تبقى كويس باذن الله. العلاجات بقت حديثه جدا ومتغيره، وكل 3 شهور بينزل دواء جديد لعلاج الفيروس سي. ما هو النقطة حضرتك بس السؤال اللي هو الحاجة اللي هي تعبانة، ان انا دلوقتي الغضروف مبهدلني، مش عارف انا يعني امارس حياتي في الشغل ولا دكاترة، يعني الدكتور مخ اعصاب
اللي بيدوني غير بتاع الباطن، بتاع الباطن بيقول ما تاخدش، بتاع المخ والاعصاب بيقول خد، فانا دلوقتي في حيره. شوف هقول لك حاجه، هو دكتور المخ والاعصاب الفاضل يتفضل بكتابه الدواء، بتعرض الدواء على دكتور البطنه عشان يشوف تحاليل الكبد، لانه لو تحاليل الكبد 3 ل 4 اضعاف الطبيعي ينصح بتقليل الجرعه. هو دكتور البطنه مش بيقول لك لا، بيقول لك الجرعه تقل علشان ما تاثرش على انزيمات الكبد. فلو سمحت اعرض الدواء بتاع دكتور المخ والاعصاب على دكتور البطنه عشان ينظم لك تاخد ايه وما تاخدش ايه. سلامتك حبيبي، الف سلامه، الف سلامه ليك يا نسيم. أميرة سوهاج، أهلا بيكي سوهاج حبايبنا، إزيك يا أميرة؟ مساء الخير يا دكتور. إزيك الحمد يا لله أميرة؟ دكتور ربنا تمام. أهل سوهاج رجعوا هم. رجعوا بقوة. إزيك يا أمير؟ منين من سوهاج؟ من محافظة، من مركز المنشأة دكتور. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، اتفضلي يا أميرة. يا دكتور، هو كذا سؤال يا دكتور. أول أنت حاجة بلديات يا أميرة على فكرة. بلد بنتصرف خالص بلدياتنا، بس انا يعني جدي الاكبر دخل الحمله الفرنسيه الله يرحمه وتوكل على الله سافر، فيعني اهلا بيك، اتفضلي. اهلا بحضرتك دكتور. انا مجوزه ليا 13 سنه، معايا كرونس عنده 12 سنه، مستوى دكتور تحس ان مخه يعني اجل من سنه خالص. ازاي؟ اول حاجه بينسى كل حاجه، عنده نسيان رهيب، نسيان مش عادي، ولما يجي يمشي في الشارع مثلا او يروح اي مكان تحس انه تايه كده مع نفسه. ثالث حاجه لما يجي يتكلم مع حد او تطلب منه انه يحكي لك حكايه مثلا او كونسين او ايه اللي حصل او اي سؤال ما يعرفش يجاوب، بطيء خالص. طيب ده السؤال ده كل ده سؤال ولا اكتر؟ لا ما هو انا عايز افهم الحاله بتاعته، يعني طيب انت بقولي لي يا، بحس قولي انا لي يا اميره. كتير وتعبت خالص مش لا عارفه اعمل ايه. حاضر بالراحه، واحده واحده. اميره انت الولد عمره قد ايه؟ 12 سنه دكتور، سنه 5 ابتدائي. 12 سنه، والحكايه دي ظهرت من ساعه ما كان في المدرسه ولا حاجه جدت عليه؟ لا من هو عنده 4 سنين. 4 سنين. انت قرايبين انت وجوزك في بعض؟ ايوه. تقربوا لبعض ايه؟ انا بتاع هو ولد خالي وانا بتاع. انتوا قرايبين في انا بعض. دكتور معايا ولد تاني اسمه ياسر عنده 4 سنين، بس مش متصلب يعني في. لا لا خلينا بس في كرولوس، خلينا في كرولوس بعدين نخش على بقيه المجمع المقدس اللي انت مخلفاه ده. خليكي معايا، ربنا يخليه لك وتفرحي بيه. كويس يعني ان ناخد الاخ، ما هو مش معناه على فكره القرابه لا تعني ان كل الولاد يبقى عندهم مشاكل، بس القرابه بتزود نسبه ضعف التحصيل. يعني دايما لما القرابه الناس بيبقوا قريبين من بعض ظاهرة ضعف التحصيل الدراسي بتبقى أكتر حدوثا في القرايب، وغالبا على فكرة بتيجي في واحد مش في أكتر من واحد، يعني بيبقى واحد دايما هو اللي بيتعب منها يعني. طيب سؤالي رقم 2، مثلا عندك في مادة الإنجليز ده ممتاز لكن باقي المواد بطيء. ما تخليكي معايا. طيب حاضر أنا هريحك، أنا جاي النهاردة أريحك، أنا مش هسيبك غير لما أريحك. السؤال عملتي له اختبار ذكاء ورسم مخ ولا لأ؟ انا ما عملتلوش اي حاجه خالص الصراحه. طيب انا الصراحه حلوه. بصي احنا عشان نحكم على الولد ده اخباره ايه وقدراته العقليه ايه ومستواه ايه، دايما بنطلب من اي حد قلقان على ابنه او عنده ضعف في التحصيل الدراسي اول حاجه بنطلبها عشان نطمن نعمل مستوى ذكاء بسموه اي كيو، ونعمل وده على فكره بقى متوفر في مراكز كتيره بس تعمل بدقه ومع اخصائي شاطر، كل الاخصائيين شاطرين، اخصائي نفسي شاطر، ونعمل رسم مخ. بيفيدونا في ايه؟ اختبار الذكاء بيقول لي مستوى ذكاء واخباره ايه وايه نقط الضعف اللي فيه، ورسم المخ بيقول لي هل عنده مشكله في كهربه المخ ولا لا، عشان نعرف هنعالج دي ولا هنعالج دي ولا هنعالج الاثنين. وبعد ما نعمل الاثنين دول بنعرضهم على يعني حد من حبايبنا اساتذه المخ والاعصاب او الطب النفسي علشان نشوف هل هنحتاج ادويه تساعد في الاثنين ولا هنحتاج بس مدرسين شاطرين ينموا القدره العقليه للولد. فاستاذنك عشان الاجابه تبقى مظبوطه نعمل الاثنين دول، ينفع وتردي عليا عملتي ايه؟ ماشي دكتور. خلاص عينيا الاثنين يا أميرة، وسلامة كرولوس وسلامة أهل سوهاج كلهم، ألف سلامة لي. بنت الرب من المنيا، أهلا وسهلا، ازيك يا بنت الرب؟ أيوة سلام يا دكتور. سلامين 13، أهلا بيكي. ازي حضرتك يا دكتور؟ صدقيني لو هتصلي لي هبقى كويس. أبصر أنا بحب برامجك خالص خالص يا دكتور. بس بشرط تصلي لي عشان نبقى حبايب، أنا بحب بتوع المنيا. يا ربنا يخليكي، تحت امرك، اتفضلي اهلا بيكي. عند
عندي بنت بس 21 سنة. يديها العمر والصحة. مالها يا دكتور؟ مالها؟ بتضحك على طول، مناسبة من غير مناسبة. تضحك تعجبيني انا. قاعدة مثلا ضيوف تضحك لوحديها. طيب وبصوت عالي. السؤال دلوقتي، في حاجة غير الضحك؟ لا ضحك بس. بتهريج، تهريج بطريقة لبس اقولها انت 21 سنة ما ينفعش كده. حلو قوي. هل البنت بتشتري حاجات كتيرة، عندها رغبة زيادة في الشراء؟ يعني لو سبتيها تشتري بمناسبة بدون مناسبة؟ ايوه يا دكتور. عندها دي. حلو. سؤال رقم ثلاثة، بتشتكوا ان البنت بتعمل علاقات لا مؤاخذة انا اسف التعبير، محدش يعرفك ولا الاسم معروف، تعمل علاقات يعني سهلة كده مع الولاد، تضحك مع الولاد زيادة عن اللزوم؟ مع الولاد والبنات. طيب بصي بقى كده كده البنت داخلة في حاجة اسمها اضطراب وجداني. بعض الناس لما بيضحكوا زيادة عن اللزوم وبيشتروا زيادة عن اللزوم وبيعملوا علاقات زيادة عن اللزوم بتبقى مقدمة لاضطراب اسمه اضطراب وجداني ثنائي القطب. أنا أستأذنك بعد إذنك نعرض البنت على حد من الأطباء، نحدد هل الموضوع ده عاوز علاج ولا لأ. دكتور نفسي يا دكتور يعني؟ طبعا. ليه ليه بقى؟ ولا مخ وأعصاب؟ أي يعني أنا أفضل دكتور نفسي، طبعا مخ وأعصاب ممكن بس الدكتور النفسي بقى أدق شوية. ليه بقى؟ ممكن تكون البنت في مرحلة عاطفية طبيعية وبنطمن على بقية الأمور وبنشوف الموضوع ده بيجي نوبات ولا طول السنة ولا جه كم مرة، يعني بنقعد معاكوا شوية. لو لقيناها فعلا الموضوع مأثر شوية عليها ممكن بندي حاجة اسمها مثبتات مزاج بتقلل شوية من الظاهرة دي لو كانت ظاهرة مرضية. فأستأذنك نكشف لأن ممكن ما يبقاش في حاجة خالص، ممكن تكون بس البنت دمها خفيف ولطيف. ما بصوت عالي خالص يا ما انا عشان كده يعني احنا عاده انت عارفه يعني انا باميل ان انا ما اجريش على الدواء، يعني مش اول ما حد يقول لي بتعمل اقول خد دواء، لا بطمن لان انا مش شايفها قدامي طبعا. لكن عاده زياره دقائق لاي طبيب يقدر يحدد هل هي في بدايات اضطراب وجداني ولا ده نوع من انواع بس الايه الطبيعه المرحه الزائده. فعشان نحدد ده من ده يعني انا من كلامك مش قادر احكم بامانه، لكن انا سالتك كام سؤال عشان اطمن بس كده ابقى امين معاكي. نعرضها على دكتور وهيقيم الموضوع. وما تخافيش في كل الاحوال كل حاجه في الدنيا ليها علاج ان شاء الله. سلامتها الف سلامه. مريم القاهره، اهلا بيك يا مريم. يا مريم. يا دكتور مساء الخير. مساء الفل، ازيك انت؟ ازي حضرتك؟ انا كويس طول ما انت كويسه. ماشي يا دكتور. اتفضلي. حضرتك انا بنتي عندها 6 سنين ونص، عصبيه جدا بطريقه يعني عاليه قوي. بتتعصب على اقل حاجه، مش بتسمع كلامي خالص بالمره. بتشوف اللي بيضايقني وبتعمله بكل بساطه كده. حتى لما بحاول اتعامل معاها بالراحه بتزيد فيها قوي. مش بتتظبط غير لما بزعق او بتحس ان انا رايحه اضربها، فهي كده خلاص عرفت ان الموضوع جد انا مش بهزر، فبتبتدي تظبط. التركيز عندها مش عالي، يعني تركيزها ضعيف شويه. لو دققت معاها بتركز حلو، سبتها مش بتركز. جربت معاها طرق كتير جدا يا دكتور. جربت معاها ان انا مثلا احرمها من الحاجه الحلوه، بقى عندها الامر عادي جدا، المشكله تحرم من الحاجه الحلوه يوم اتنين وهترجع تجيب لي تاني. جربت معاها ان هي تاخد وقت تهدى فيه وترجع تاني، برضو زي ما هي نهدى نص ساعة ونرجع تاني. وقت المذاكرة ده بيبقى وقت صعب جدا من كتر العصبية اللي هي فيها، بتحس ان انا بقول لها حاجة غلط مش بقول لها الصح خالص، ماما بتقولي الغلط فانا مش هعمله. طيب انا اسألك سؤال، هو اول مرة نتشرف بدخولك معنا مداخلة في البرنامج طبعا؟ طبعا. طيب انا عندي سؤال معلش عشان يعني السؤال ده انا جاوبته اكتر من كده كتير، انت سمعتي حلقات العند اللي انا قدمتها؟ لا للاسف. طيب بصي انا يعني في موضوع كده انا حطيته على او عملته يعني على القناه هنا بعنوان العند عند الاولاد، وعملت 4 حلقات وفي الحلقات دي كتبت كل التفاصيل اللي انت بتقوليها، وفي حلقه منهم اسمها 11 نقطه لعلاج العند. بنتك عنيده شويه وممكن يكون العند ده جزء منه طبيعة بنتك وجزء منه أسلوب عندك ما نجحناش نظبط القصة عند البنت، وجزء منه يعني عدم فهم بعض مهارات التربية. يعني مش ما بعيبش على حد، كلنا محتاجين نتعلم، يعني أنا وإنتي وأنا أول واحد محتاج أتعلم.
فبس أكيد طبعا. استأذنك عشان يعني الحلقات دي انا طولت فيها جدا، ترجعي للحلقات دي تشوفيها، دي سهله قوي، خش على الصفحه بتاعتنا واكتبي العند، او حتى على اليوتيوب اكتبي العند هتطلع لك الحلقات دي، وما تشوفيش الحلقه كلها دوب اول ربع ساعه، يعني هي اول 15 دقيقه العند عند الاطفال، واذا شعرتي ان التطبيقات دي ممكن تطبقيها تبقى ننجح فيها بعد اذنك، لو لقيتي ان الموضوع زياده شويه والبنت فعلا عاصيه جدا، يبقى ساعتها بنقترح نعرضها على حد من في المشوره او في قعده كده، نشوف الموضوع هل عند البنت عاوزه شويه ملحوظات، او عندك، هل البنت النشيطه زياده، هل البنت عاوزه علاج، هل الموضوع مش محتاج علاج مجرد نصايح تربويه. استاذنك اعملي بس الحته الصغيره دي، وان شاء الله استنى منك رد هي الاسبوع كمان الجاي ان يا شاء دكتور الله. دخلت في نقطة الكذب كتير ما هو العند، على أدفع الحاجات دلوقتي، العند بقت بصي حاجة جديدة إن هي تاخد حاجة مش من حقها وبتكذب عليا، انا يعني كل أنا ده عمري ما بعارضها في الكذب أو بطنشن معاها جامد، ما بالعكس بصي بكلمها بصي بالراحة بصي بس يا ترجع غالية، انا تختار كل ده الموضوع تاني. كل الموضوع ده طرحته بالتفصيل في موضوع العند، الكذب والسرقة وغيره، وازاي نعالج الكلام ده، ارجعي له بعد اذنك عشان يعني الحلقة طويلة جدا فيها، واذا ربنا اراد وانبسطنا وبنعمة ربنا ترتاحي اهلا وسهلا، ما كانش استاذنك تتواصلي معايا واحنا تحت امرك في اي وقت، اهلا بيكي. معانا تليفون من امريكا، اهلا وسهلا، مين معانا؟ ألو، اتفضلي، اهلا بيكي بنت الرب، اتفضلي، اهلا وسهلا. معلش الصوت، استاذنك الصوت مش واضح. الو، لا الصوت مش واضح، الارسال عندك مش حلو. الو، بس الصوت مقطع خالص، مش سامع الصوت، اتفضلي. لا انا اسف مش سامع حاجه خالص، بس استاذنك ممكن تقفلي وتتكلمي تاني عشان الارسال يبقى افضل، او لو بتتكلمي من موبايل يعني يا ريت تبقى لاند لاين، مش موبايل لاين يعني. طيب هو واضح ان الارسال مش كويس. ايليا، انا معلش عفوا، تليفون امريكا، اتصلي بينا تاني. ايليا من القاهره، ايوه ايليا، اهلا يا دكتور، اهلين اوكي، وسهلين، اتفضل يا حبيبي، اهلا بيك، اهلا بيك يا دكتور، اهلا، اتفضل. انا عندي مراتي سنها 34 سنه، تفضل. وفي ورم تحت العين اليمين والشمال، ومن ناحيه العين اليمين في حبوب حوالين العين. روح للجلديه، يقول لك لا روح للعيون، روح للعيون يقول لك روح للجلديه. وحكايه الورم تحت العين دي مسببه لها حاله نفسيه وحشه، الورم في اعتقد ان هي الجفون، سنها صغيره. ثواني، الجفون اللي تحت العين، لا تحت الجفون زي الناس الكبيرة دي اللي فوق ال 50 سنة كده، تلاقي ورم تحت العين كده. تمام. لا انت مش محتاج دكتور عيون، انت محتاج دكتور جلدية، وده بيبقى محتاج، ده بيبقى ترهل في الأنسجة دي، وبتبقى معبية مية غالبا، هي عمرها 34، وعندها الغدة الدرقية، والغدة الدرقية متعالجة ولا مش متعالجة؟ بناخد 150 كل يوم على الريق. طب بص، هو الغدة الدرقية كانت واطية ولا كانت عالية؟ هي ما بتفرش، بيقولوا ما لنا هو حل. ده من الغدة الدرقية على فكرة. طب الحل ايه يا دكتور؟ شوف يا حبيبي، بقالك قد ايه الغدة الدرقية، بقالها قد ايه في حالة الخمول بتاعها، قعدت قد ايه؟ يعني صدمة اكتشفنا موضوع الغدة ده يعني اكتر من سنة او سنة ونص. بعد اذنك، اللسان فيه مشاكل او الشفايف او الضوافر؟ مشاكل يعني زي يعني الضوافر شكلها متغير، لونها متغير، تخينة، غامقة، مصفرة، مسودة؟ لا طيب اللسان التخين شوية، عليه احمرار، عليه بطش، عليه حاجة، الشفايف تخينة شوية؟ هو دايما الشفايف ناشفة. طيب قول لي، الحواجب بتاعتها، الأطراف الخارجية للحواجب موجودة ولا الحواجب خفيفة من بره، ناحية بره يعني؟ لا خفيفة الحلقة طب بص بقى، تعنيها. معلش، انتوا تقريبا يا جماعة انتوا فاكرين ان انا بفهم في الطب كله، لكن يعني معلش بعد اذنك، دي من الغدة الدرقية، دي حضرتك الاول الغدة الدرقية لازم تتظبط،
وواضح ان الغده محتاجه متابعه كويس، فقبل ما تروح لدكتور عيون او دكتور جلديه، دكتور الغده الدرقيه يظبط لك مستوى الهرمونات ولفتره طويله. ولو لقيت ان الترهل ده مازال موجود، ده بيبقى محتاج تدخل ببعض الكريمات واحيانا بعض بالليزر عشان يشيل الترهل ده. فبعد ما تطمن على الغده الدرقيه ده تحتاج دكتور جلديه مش دكتور عيون يعني. وانا طبعا يا ريته يعني كان دكتور تخصصي كنت قلت لك اعمل لك اللي انت عاوزه، بس ده غده درقيه ودكتور جلديه، ومش هيبقى الموضوع بس ادويه، ده ممكن تبقى محتاج زي ما قلت لك تدخل بالليزر عشان يشيل الترهلات اللي موجوده دي يعني. سلامتها، الف سلامه اليا، وتحت امرك في اي وقت. اتصال من لندن، اهلا وسهلا. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. ازيك دكتور؟ ربنا يبارك لك، البرنامج رائع اكثر من رائع. بصلواتكم يبقى رائع، احنا ما بنعملش حاجه، انتوا الخير والبركه. يعني احنا بننتظر ربنا يباركك ويوسع تخومك باسم يسوع. كل ما تصلي لي هبقى في منتهى السعاده، يا رب يخليكي ليا. اتفضلي، تحت امرك. اي ويل، اي بروميس. دكتور من فضلك، ابني عمره 14 سنه ولسه ما تغير صوته، فهل هذا يعني اتس وريمي اور يعني طبيعي؟ خلص 14. طب بصي، في حاجه اسمها السكندري كاركتر، سموها السكندري سيكشوال كاركتر، اللي هم البيرد. نعم. في حاجه اسمها السكندري سيكشوال كاركترز، عشان تطمني على ابنك. نعم. هي از نورمال، بيمر بنورمال ادوليسنس ولا لا؟ بنشوف عنده شعر في شنبه، وعنده شعر في دقنه، عضلاته كويسه، شكله، حركاته، اداؤه، طوله، عرضه كويس، ولا في مشكله؟ لا ما فيش مشكلة، يعني عندي شنبات و زين، طولة زين، عضلات زين. طيب وهو بيطول كويس؟ يعني نموه طبيعي جسمانيا كويس؟ لا دلوقتي وقف. طيب الولد سلوكياته، سلوكيات رجولة كويس، راجل وشهم وجدع وبيتحرك وبيلعب وعنده غضب الرجالة كده ولا ايه؟ يعني اه. طيب شوفي، هقول لك حاجه، if you feel a little bit worry، بنعمل حاجه اسمها FSH LH تستوستيرون فري وتوتال. يعني اقول لك اسامي الانفستيجيشن، بس طبعا انت عارفه لازم تروحي للدكتور عشان يعملهم لك. في هرمون اسمه FSH، هرمون اسمه LH، هرمون اسمه تستوستيرون توتال، هرمون اسمه تستوستيرون فري. دول البروفايل اللي بيتعملوا عشان نطمن على السكشوال كونديشن او السكشوال بروفايل بتاع ابنك. If you find them normal, don't worry. اوكي، يعني المفروض اروح للطبيب. بصي، احنا اول حاجه بنسالها الابييرنس بتاعه. If you feel a little bit worry، اعمليهم just to be safe. هو انا عاده الصوت من الحاجات اللي شويه متغيره من بني ادم للتاني، فيها جينيتك element يعني. لكن if you feel worry، اعملي كده just to be in the safe side يعني. لكن don't worry about it. So far انه عنده أحسن. So far انه هو السكندري البيرد والمستاش والكلام ده طالع، ما بنقلقش، لكن نعملها عشان to find early condition لو في حاجة نتدخل فيها يعني. اوكي. سلامته، الف سلامة. عناية، تحت امرك. كيرولوس من القاهرة، ازيك يا كيرولوس؟ الو، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا كيرولوس؟ تمام الحمد لله يا دكتور. حبيبي اتفضل. حبيبي اتفضل. دكتور بعد اذنك، انا بسرح كتير وتركيزي قليل، يعني انا لو جيت مثلا اركز في حاجه ممكن نص ساعه وبعد كده دماغي تقعد تسرح وتجيبني شمال ويمين. كرولوس، عمرك كام سنه؟ 22. الكلام ده جد عليك ولا طول عمرك؟ لا جد. لا طول عمري، من ساعه ما وعيت على الدنيا وانت كده. عملت تحاليل واشعاعات. يعني عملت تحاليل واشاعات؟ في نبض في دماغي. لا ثواني، انت عملت تحاليل واشاعات؟ عملت اشعه مقطعيه على المخ، ما فيهاش حاجه خالص. طيب عملت رسم مخ ولا لا؟ ما مش الاشعه المقطعيه دي هي رسم مخ لا، مختلفين شويه. الاشعه المقطعيه دي اشعه بنصور، رسم المخ بنقيس التخطيط الكهربائي للمخ، اسمه اي جي. عملته ولا لا؟
لا ما عملتوش يا دكتور. طب دراسيا انت كويس؟ كنت كويس في المدرسة؟ لا يعني انا يمكن مثلا من 4 5 سنين كان تركيزي حلو. طب سؤال، انت عندك ضغط، عندك سكر؟ اي مجهود بعمله بتعب ومش عارف اركز في حاجه خالص. طب ثواني، انت عندك ضغط او سكر او كوليسترول او مشاكل في الكبد او الكلى؟ لا ولا اي حاجه. يعني شفت الكلام ده كله، عملت التحاليل، عندك انيميا، عندك شوف. كوليسترول، عندك سكر، لا عندك دهون ثلاثيه؟ لا يا دكتور، لا يا دكتور عملت تحاليل يعني. عملت. طب هو فاضل لك من حطام الدنيا اليائسه هو بس التحليل الوحيد اللي هو رسم المخ فقط. اعمله، لو تمام. لقيت رسم المخ ما فيهوش حاجه، كل اللي هتحتاجه حاجات تساعد على تنشيط الذاكره وخلايا المخ. بس طبعا ما اقدرش على الهوا اقول لك الكلام ده، انت المفروض انك انت تتعرض. يعني انت قلت لي سكرك كويس وضغطك كويس وكوليسترولك ودهون ثلاثيه ومفيش انيميا، بنستبعد السبب العضوي. عملت اشعه مقطعيه، يتكمل برسم المخ ويتعرض الكلام ده كله على الاستاذ الاستشاري ويقرر العلاج ساعتها. بس مش عاوزك تخاف، لانه يعني موضوع يعني يمكن تداركه خالص يعني. تمام يا دكتور، سلامتك حبيبي، ألف سلامة. لو في إيدي حاجة أعملها لك كنت عملتها لك، تحت أمرك. أهلا بيك عبد الله من المنوفية، أهلا وسهلا يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بيك. يا دكتور تفضل حبيبي، أهلا بيك يا عبد الله، تحت أمرك. بالنسبة عندي فرص كده والحمد لله. لا معلش يا عبد الله، علي صوتك شوية. عندك إيه؟ فرص. ألو؟ أيوة يا دكتور. عندك إيه؟ اتفضل تحت أمرك. الله يخليك. فرص. فيروس سي. فيروس سي، اتفضل. إذا أنا خدت الجرعة والثلاث جرعات خلصتهم وعملت تحليل كده والنتيجه بانت الحمد لله. سؤالك ايه يا عبد الله؟ نعم؟ سؤالك ايه تحت امرك؟ قال لا احنا خدنا الفقن بقى الثانيه دلوقتي، بس في دوخه بقى جامده وموت. معلش انا مش سامع يا الصوت بيقول ايه؟ ممكن معلش السؤال تاني مش واضح يا عبد الله، اعتقد ان الارسال عندك وحش شويه. خدت الجرعه، انا فهمت وبقيت كويس، ايه السؤال؟ بس خدت فوق النهارده بس في دوخه وهبوط وكده يعني. جالك دوخه بتقول؟ ايوه وهبوط. لكن انت عملت تحليل البي سي ار ولا ما عملتوش؟ عملت وكويس؟ الحمد لله. طب بص بعد اذنك، هو انت خدت حقن ولا اقراص؟ خدت انترفيرون ولا سوفالدي؟ لا اقراص. طب بص، هو اقراص الفيروس كلها بتعمل دوخه ولخبطه وعدم اتزان وسرحان وعدم تركيز، ده بيحصل يعني. فلو سمحت بعد ايوه اذنك تعدي على الدكتور بتاع الكبد اللي كتب لك الادويه، بيكتب لك ادويه بتحسن شويه وظائف المخ، دي سهله ما تقلقش خالص يعني. طالما الفيروس بقى كويس لازم يكتب لك حاجه تساعد مفعول الادويه دي انها اثرها يروح يعني. فبتروح لدكتور الكبد، تعرض عليه التحليل ويبتدي هو يكتب لك ادويه بتحسن شويه وظائف المخ وبتحسن الدوره الدمويه، ما تخافش خالص يعني. ألف سلامة ليك يا عبد الله، تحت أمرك. المنوفية دخلت على القاهرة، أهلا بيك يا فخري. إزيك يا أستاذ فخري؟ اتفضل، أهلا بيك. أهلا بيك. ألو؟ أيوه. فخري أنت على الهوا يا فخري. أيوه أيوه. أنا آسف مضايقك شوية، أنا مطول عليك ولا حاجة؟ لا معلش أعمل إيه طيب؟ ما أنا لازم أتحمل يعني. اتفضل، انا تحت امرك، انا اسف مش سامعك. طيب يا فخري، انا عاوز اسال الدكتور مجدي بس على حاجه كده عند المدام يعني. يا حبيبي انا الدكتور مجدي. طيب دلوقتي هي عندها ارتجاج لمرضى فقم الورك كده يعني، عندها افتاء. الحالة عن سيكولوجية الضحك يا فخري. طب قول ايه الموضوع بقى؟ طب وبعدين هي بتاخد علاج مهدئات علاج نفساني. بتاخد مهدئات؟ عشان عندها افتاء؟ انفصام في الشخصية. انفصام، أنا سمعتها افتاء، أنا متأسف. لا عندها انفصام. هي عندها نفس الوقت افتاء في خن الورك كده يعني، وركة كده. يعني عندها انفصام وعندها افتاء مع بعض؟ طب السؤال إيه يا فخري؟ هل تتحمل العملية؟ بص، هي عمرها كام سنة؟
ده دلوقتي بتاع 63. كام؟ 63؟ طب بص هقول لك حاجه، نعم. عندها مشاكل في القلب او الضغط او الكبد او الكلى؟ لا لا. طيب انت الدكتور الجراح قبل ما بيقرر العمليه بيعرضها على دكتور التخدير، بيعمل رسم قلب ويشوف تستحمل ولا ما تستحملش. عاده لو ما فيش مشاكل، لان العمليه كلها ما بتطولش، عمليه بسيطه، والفتاء ده اصله له درجات، وفي فيها فتاء بعمليه وفتاء معاه ترقيع وفي فتاء معاه غشاء، فالعمليه لو قصيره ما فيش مشاكل، بس بشرط ان دكتور التخدير اللي هيعمل العمليه يقرر. وقبل العمليه الادويه بتقف، قبلها بيوم وبعد العمليه بيوم عشان مفعول التخدير يبقى كويس، بس تستشير دكتور التخدير بعد اذنك وهو اللي يقرر يعني. سلامات يا حبيبي، الف سلامه. انا بعتذر ما كنتش سامع كويس. بنت الرب من امريكا. الو الو الو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا بيكي. ايوه دكتور، انا سامعك. انا معلش انا اتصلت تاني كده، صوت واضح؟ الصوت كويس كده، اهلا بيكي. الو حضرتك، بس عندي مشكله. مخليني مش قادره اعيش، يعني هي مشكله مع جوزي. هو قلت لمشكلتي مش عارفه يعني اقدر نفسي ولا انت قادر يعمل حاجه يعني. أنا حاسس إن في مشكلة في الاتصال يا بنت الرب. ألو، أنا مش سامع خالص، الصوت مقطع جدا. طب بص، لا بنت الرب، الاتصال الصوت تلات أرباع الكلام واقع، مش سامع حاجة، سمعت بس مشكلة من جوزي. طب أنا كويس؟ طب أنا عندي ليك اقتراح يا بنت الرب، ممكن على لو أنا الصوت عندك مش كويس، ممكن حضرتك تتعبي وتبعتي لي على الفيسبوك السؤال وانا هرد على حضرتك، يا اما تغيري السماعه او تغيري طريقه الاتصال. انت شكلك بتتصلي من موبايل، اتصلي من لاند لاين، الموبايل بتاعك بيقطع ال 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 الارسال وحش قوي يا بنت الرب. معلش الخط مش حلو، انا بعتذر يعني. طب معلش يا بنت الرب، لو عرفتي تكلمينا تانية تحت امرك. ثابت من المنيا. الو يا ثابت. الو يا ثابت، مساء الخير يا دكتور. مساء الفل يا غالي، ازيك يا دكتور؟ انا كويس طول ما انت كويس. الله يخليك يا دكتور، لو سمحت معلش. اتفضل. معلش، والدتي انا دايما نعسان على طول، كشفنا عند دكتور باطنه وعملنا تحاليل وكده، وجال التحاليل زي الفل ما فيهاش اي حاجه، يعني كتب لي على علاج وبرده ما زالت يعني النعس برده شغال معايا. بتنام وهي قاعده؟ قول لي الوالده، انا اسف في السؤال، مليانه شويه؟ مليانه. عندها رقبه كبيره؟ نعم. رقبتها كبيره؟ يعني شويه كبيره. لانه احيانا بعض الناس اللي بتبقى هي قصيره ولا طويله؟ لا لا قصيره ولا طويله، الوسط يعني. طيب قول لي، لما بتنام، لا مؤاخذه في التعبير سوري في السؤال، بتشخر؟ نفس عالي. طب بص يا جميل، انت دلوقتي في ظاهره بتحصل نتيجه التخن والشخير اثناء النوم، بيسموها دي ظاهره انت ما ينفعش دكتور بطنه، انت محتاج دكتور انف واذن. انف واذن؟ لانه دي عندها مجرى الهواء اللي داخل من بقها للرئتين وللجسم، هتلاقيه ضيق شويه، وهتلاقي عندها اللهاء اللي هي فتحه الزور، هتلاقي عندها شويه حساسيه واحتمال يبقى لحميه، ودول بيبقوا محتاجين نوع معين من العلاج، ما بينفعش عند دكتور البطنه. طبعا انا مش هقدر اقول على الهوا، لانه لو قلته مصر كلها انت عارف هتاخد الدواء يعني. فايه تستشير يا دكتور، عشان احنا يعني تعبت كتير، مشيت في المشوار ده كتير وبعينا ما زال تعبان. لا هي ده موضوع، ده بيسموه سليب ابنيا سندروم، مش يعني مش عايز اقول لك اسامي طبيه، اسمه سليب ابنيا سندروم، ده نتيجه التضخم زي ما بقول لك، المنطقه الرقبه والزور والحساسيه واللحميه، فبيبقوا محتاجين نوع معين من الاجهزه،
بيتحط على البقى اثناء النوم عشان الاكسجين يوصل للجسم، فاسمه سي طب باب يعني، مش مهم بس عشان ما يعني حاجه متخصصه شويه ومش تخصصي، ده مش موضوع مخ واعصاب ولا نفسي، ده موضوع عايز دكتور انف واذن. بعد اذنك تروح زياره وهيريحك مجرد ما يشوفها ان شاء الله. سلامات يا حبيبي، الف سلامه. وفاء من الجيزه، يا وفاء سمعت عليا؟ اتفضلي يا الو وفاء، دكتور مجدي معاكي. الو دكتور مجدي؟ وحياتك هو صدقيني. ازيك يا دكتور مجدي؟ صدقيني كويس طول ما انت كويسه. ربنا يخليك. انا عندي بنتي عندها 4 سنين ونص، دايما بتتكسف وخجوله وما بتعرفش حتى تاخد حقها، حتى لما كانت في الحضانه الناس بتاعتها بتقول لي انها الولد زميلها بياخد منها الكرسي وعمال يقرص فيها وهي ما فيش رد فعل خالص منها. وفاء يا وفاء. ايوه انت مربيه بنتك أيوة زياده يا وفاء. نعم مربياها زياده. ربنا يخليك، ده من ذوقك يا دكتور. بس انا مش حابه ده، مش حابه انها تبقى كاسه كده او مكسوفه او خجوله. ما هو بصي بقى، الربايه الزياده حلوه بس عاوزه شويه توازن. يعني لو انت طول النهار عماله تخوفيها من انها تاخد حقها وانها اللي يضربك ما تضربي، يعني لو احيانا طول الوقت بنخوفها انها ترد العدوان او يعني البنت بتطلع شويه خجوله حسب تربيتها، انت من النوع الحساس شويه. عايزه اقول لك يا دكتور قول. ان انا خايفه عليها. يعني لما سمعت الحلقه بتاعت الاسبوع اللي فات ان ممكن لو حد، يعني كان في طفل صغير ايه واحنا واقفين في المحل كان بيبص على صفيفه كشف كده ومكسوفه، فانا مش حابه ده. بصي بقى يا وفاء، انا عاوزك تجرأي بنتك شويه. اولا اعمل ايه؟ طيب اتعامل معاها ازاي؟ ولا هقول لك إيه؟ على كام نصيحه. معاكي ورقه وقلم؟ ورقه وقلم معايا. اكتبي الكام. لا انا بهزر بس معاكي. اكتبي الكام نصيحه دول. اول حاجه ما تحطيهاش في دماغك يا وفاء، مش كل حاجة غلط غلط غلط، كلامك غلط، وقفتك غلط، بتكحي غلط، بتعتصي. لما بنقعد نغلط عيالنا شخصيتهم بتبقى ضعيفة، فمن فضلك ما تحطيهاش في دماغك، طلعيها من دماغك شوية، سيبيها يعني تعمل لو... سيبيها تعمل حاجات عادية، يعني مش كل حاجة اغسلي ايدك، لا اقفي، لا كحي، لا همزة، لا سطر، لا اعملي، لا تعالي، لا حاسبي. لما بنقعد مراقبين عيالنا كتير بيحسوا انهم دايما غلط، فطلعيها من دماغك شوية. واحدة بتكتبي معايا؟ انا بصراحه ما كتبتش، بس انا فاكره كل كلامك. تاني حاجه حمليها مسؤوليه يا وفاء. يعني ايه حمليها مسؤوليه؟ ودي ده وهاتي ده واطبخي معايا ونزلي ده وطلعي ده، اديها مسؤوليه. انزلي معايا السوبر ماركت، اشتري، حاسبي، ادفعي الفلوس، جرئيها شويه، وتقولي لها بطريقه لطيفه ماما محتاجاكي، انا محتاجاكي تساعديني، لان طبيخك حلو، لان كوبايه الشاي اللي بتعمليها زي العسل، لان ماما لما بتاكل من ايديكي وانتي بتحطي طبق السلطه كده الخياره جنب الطماطمايه بيرقصوا صدقيني. فتقولي لها كلام لطيف كده، عارفه الكلام اللطيف؟ ايوه يا دكتور. عارفه الخياره والطماطمايه بيرقصوا دي، افتكري الجمله دي عني، جمله تاريخيه سجليها عندك يعني، فاهمه؟ دايما تقعدي. طب ممكن اخد رقم حضرتك؟ لا انا عايزه اي انا ما على فكره انا ما انا ممنوع من الصرف. رقم مين؟ طبعا تحت امرك، بس هنتكلم في تليفونات ايه؟ علشان انا في احتياج لاني عندي مشكله. طيب بصي، عشان اريحك بس، خلي الفيسبوك هيطلع، انا اسهل حاجه الفيسبوك، لان التليفونات بامانه لا تكف عن رعام زي سنترا. لا انا عندي مشكله، البنت ابن اختي عنده سامعني يا دكتور؟ وحياتك سلامة. بنت اختك ولا ابن اختك؟ انت جبت الشارع معاكي دلوقتي، يا ماله؟ لا يا دكتور، ابن اختي دوت عنده 10 سنين يا ربي. ده موضوع تاني بقى. لحد دلوقتي ما بيتكلمش كويس. لا ده محتاج استاذنك تعرضيه على دكتور. هم انتوا متاخرين شويه، بس ده لازم يتعرض على دكتور، مش هينفع الكلام. لازم يتعرض على دكتور، ده عاوزه مجموعه من التحاليل ومن الاشعاعات تتعمل، ده سنه كبير. فالتليفونات مش هتنفع، ده لازم يتعرض على دكتور. اسمح لي بس، انا يعني ممكن بس اخد رقم حضرتك. لا هو انا الحقيقه خليك على العموم معانا، هم هيحاولوا يوصلوكي ازاي نتواصل سوا ان شاء الله. الف سلامه. بنت الرب من القاهره، الو. ازيك يا بنت الرب؟ الو الو
ايوه مساء الخير. مساء الفل، ازيك يا دكتور؟ وحياتك زي الفل طول ما انت زي الفل. بقول لحضرتك يا دكتور، قولي. انا يعني من فتره كده مريت بدور توتر عصبي شديد، وكان عندي وسواس قهري واتعالجت منه، وبعد كده دلوقتي انا مش يعني لما بيجي عليا اي ضغوط من اي نوع انا مش بتحملها، وده بيأثر على يعني على جسمي، حتى في حركات جسمي ببقى عايزه ابكي على طول، ببقى متوتره. خدتي علاج ولا لا يا ماما؟ ما انا دكتور يعني انا اتعالجت ده من فتره طويله، بس دلوقتي اي ضغوط بتيجي عليا ما بتحملهاش. بصي، هو دلوقتي الموضوع اصله نسبي شويه، يعني انا ما اقدرش انصحك تاخدي ادويه الا لو انت تعبانه لفتره اكتر من 3 4 اسابيع. لو متوتره، بتحسي بضربات قلبك، عندك افكار متداخله، ما بتناميش كويس بالليل، مشدوده، عصبيه، عندك ميل للعياط او البكا، كل ده بيجي يا دكتور وقت ما ابقى متوتره. لو بيقعد فتره قصيره، يعني لو قعد له شويه وراح، خلاص نلجأ للطرق الطبيعية، نفضفض مع حد، نصلي شوية، نرفع سماعة التليفون ونكلم حد، راح في خلال فترة قصيرة، يعني الطبيعي بتاعنا كلنا ما ناخدش أدوية، لكن لو الموضوع ده طول عن أسابيع بناخد دواء. سامعيني؟ لكن ما فيش حاجة دكتور على يعني على ما يعني ألجأ لطبيب، ما فيش حاجة مؤقتة أمشي بيها في يعني؟ طبعا أنا في بعض الأدوية بتتكتب عند اللزوم، بس دي طبعا لازم تستشير الطبيب بتاعك، لأنه بيكتب لك الدواء على حسب الحالة وعلى حسب السن وعلى حسب الوزن وعلى حسب شدة المرض، وبيقول لك الدواء ده تاخديه في الفترة الفلانية لمدة قصيرة، في كده طبعا، بس طبعا لازم نستشير دكتور، يعني ما ينفعش الكلام ده على يعني يا ريتنا كنا بنعرف نعالج على الهوا، كنا عالجنا الدنيا كلها، بس طبعا زي ما انت عارفه احنا على الهوا لو ينفع كتبنا. يا دكتور نعم؟ ينفع الجا الادويه القديمه لا بص اللي انا انا كنت هقول لك باخدها من 10 سنين 15 سنه لا كده؟ لا هقول لك، اصل الادويه ليها فن في اخدها، الدواء ده اللي خدتيه زمان يمكن ما ينفعكيش دلوقتي، فلا يعني معلش انت ممكن تكوني بتستسهلي، بس انا مش همشي مع مشاعرك، همشي طبيا شويه. لو استشرتي دكتور ما فيهاش حاجه، ولو الدكتور كتب لك ادويه من اللي استخدمناهم زمان مع ادويه اكتر حداثه، الدنيا اتغيرت، ده الدواء ده احنا كل يوم بينزل ادويه جديده واكثر متقدما وتطورا، وممكن تكون حالتك اتغيرت مع تقدم طبعا العمر، الادويه بتتغير حسب السن والحاله يعني. لا انا يعني استاذنك، نستشير الدكتور افضل يعني. سلامتك يا ماما، الف سلامه، وربنا يطمنا عليكي، تحت امرك يا ماما. هند من أمريكا، ألو يا هند، إزيك؟ ألو؟ 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 هند أنت معانا؟ ألو؟ أيوة اتفضلي يا هند، أنا سامعك، أهلا بيكي. الصوت راح ألو ليه؟ اتفضلي يا هند، اتفضلي يا هند، أنا سامعك، اتفضلي، أنت على الهوا. أيوة أنا عندي مشكلة مع ابني، هو ابني 4 سنين، هو في حضانة اوريدي، هو في بريكي، بس هو عنده مشكلة في العصبية، هو عصبي زيادة عن اللزوم، بيقعد يتنرفز، بيقعد يخبط برجليه وبإيديه، عنيد جدا، ما بيسمعش الكلام، وخجول لما نخرج بره البيت، هو خجول قوي. قولي لي يا هند بعد اذنك، انت سامعاني؟ الصوت واصل لك؟ انا سامعاك، بس هو الصوت بعيد قوي. يعني انا اصل احنا في مصر وانتوا في امريكا، انا هقرب للكاميرا حالا دلوقتي. بص يا هند، خليكي معانا، اقول لك 3 نصايح عشان واضح ايوه ان يا رب يكون الصوت واصل لك. 3 نصايح: لما ابنك يبقى عصبي احضنيه جامد، اعملي له اديله بيج هاج، وقولي له كلام كله حب، ان انا بحبك وانت غالي عليا معايا. النصيحة ايوه رقم انا مع اتنين، حضرتك. النصيحة رقم اتنين: ما تسيبيش ابنك لوحده فترات طويلة قاعد مع الكمبيوتر او اللابتوب، لازم الولد يبقى عنده
رياضة أو أصحاب عشان يطلع طاقته. حبسة البيت وحشة قوي في العصبية. الحاجة التالتة أنت نفسك تبطلي انا عصبية. هو كان فعلا مع حضرتك، هو كان فعلا بيقعد على التابلت كتير وبيتفرج على الكرتون فترات طويلة جدا، على حسيت ان الحاجات دي بتفصله عن العالم، ما بتخليهوش مركز، عندنا عدم تركيز، فانا شلت خالص التابلت والكرتون بقالي وقت محدد في اليوم يتفرج عليه، ما بقتش اسيبه طول اليوم. برافو عليك، برافو عليك. واحد احضنيه جامد، اتنين ما تسيبوش قاعد لوحده مع النيو تكنولوجي ده، تلعبي معاه وتطلعي طاقته وتخليه يلعب مع اولاد بيبقى عندهم اكسترا انرجي يعني. والحاجه الثالثه خلي الولد ده يبقى عنده هوايات، اي حاجه بتطلع الطاقه، لعب كوره، موسيقى، رسم، شعر، اي حاجه يعني. وسلامته، الف سلامه يا هند، ان شاء الله هتطمني عليه باذن ربنا. معانا مجدي من القاهره. ايوه مجدي، الو الو، اتفضل يا مجدي، اهلا بيك. مساء الفل يا دكتور. مساء الجمال يا حبيبي، اهلا بيك. يعني انا بعد اذنك يا دكتور، كنت بس رحت لكذا دكتور قال لي انت عندك التهاب في عصب الاتزان. عندك التهاب في عصب الاتزان؟ التهاب في عصب الاتزان، كويس تمام. ده التشخيص اللي تشخص لي من اكتر من دكتور، بس الموضوع مش بقى لي اكتر من سنه فيه وللاسف مش عايز ينتهي. احكي لي الاعراض اللي عندك. دوخه، رجلي متبقاش قادره تشيلني قوي، بس يعني الدوخه هي اللي بتبقى مشكله، بقى راسي بتبقى خلاص احس اني خلاص هقع في الارض. اخدت علاج بتقول والعلاج مش جايب نتيجه؟ اخدت علاج كتير جدا يعني، من مخ واعصاب لانف واذن وحنجره، لغايه ما رحت للدكتور التزام، تخصص التزام بس. تمام. قال لي امشي على تمارين معينه. هو انت جبت، بص يا مجدي، انت جبت المفيد. لما بيبقى عندك الفيرتايجو ده اللي هو بيسموه عدم الاتزان، الادويه تمشي فترات طويله وحاجه اسمها تمارين اتزان، انت جبت المفيد. والدكتور اللي قال لك الكلام ده برافو عليه. تمام. يعني معلش، هو الموضوع بيطول، انك انت عندك سائل معين موجود في الاذن الداخليه هو اللي بيوزن الموضوع ده، وانت عندك اضطراب في الدوره الدمويه، فعبال ما الموضوع يتحسن عاوز دواء وعاوز التمارين دي، فامشي معاه وانت ماشي مظبوط. هو اداني تمارين بس ما ادانيش ادويه. يعني هو فعلا لما الادويه بتطول عن 6 شهور، يعني المده القصوى بتاعتها 6 شهور، بنعمل حاجه اسمها تمارين اتزان. فعلا كده انت ماشي مظبوط وهتبقى كويس. انا وشويه ومفيش، مش عايز ينتهي الموضوع ده. لا هينتهي، بس هو بيطول شويه. هينتهي بس بيطول. لكن ملوش جراحه دكتور مثلا في وجهه نظرك؟ يعني بص، انا الحقيقه مش تخصصي موضوع الاتزان، لكن يعني مش قادر ارد عليك بدقه لان ده موضوع دقيق قوي. اللي يقول لك الكلام ده دكتور الانف واذن، فيعني معلوماتي على قد تخصصي لا، لكن يمكن يبقى في حاجه جديده نزلت يبقى دكتور الانف والاذن يقول لك افضل يعني. وقد افتى من قال لا اعلم يعني. اهلا بيك يا حبيبي. الو، فيبرونيا بني سويف، ازيك يا فيبرونيا؟ الو فيبرونيا. ايوه بني سويف. ايوه معاك، اتفضلي اتفضلي، انا سامعك، انت على الهوا يا فيبرونيا. الو. ايوه يا دكتور، اتفضلي يا فيبرونيا، انت على الهوا، اهلا بيكي. ماشي يا دكتور. ماشي، انا مش ماشي، انا قاعد. قولي. انا ابن عندي 3 سنين ونص ما بيتكلمش كتير. نعم. قول لحضرتك، يا ابن عندي 3 سنين ونص ما بيتكلمش ولا كلمه. لا بيتكلم بابا وماما وبس. طب قولي لي، انت رحتي للدكاتره ولا اول مره الموضوع ده اليك؟ عملت اختبار ذكاء ونطق واللغه، انا ما عنديش حاجه. طب عملت اختبار سمع ولا لا؟ اه عملت. كويس ولا لا؟ كويس. طب بصي، حاجتين تعمليهم يا ماما عشان الموضوع يمشي مظبوط. واحد، هتعملي تخاطب وتحطي ابنك في حضانه وسط ولاد كتيره، تخاطب وحضانه. واثنين، تعرضي الولد على دكتور
اعصاب او اعصابيه ونفسيه عشان بيكتب له بعض الادويه اللي بتنشط مراكز الكلام. حاجتين، تخاطب وحضانه. ارمي ابنك وسط عيال، العيال بيخلوا بعض يتكلموا، لو حبساه في البيت وحطاه تحت السرير مش هيتكلم. فارميه في الحضانه فعلا هو طول النهار مع العيال. سيبيه فترات طويله ويخلي المدرسه بتاعت الحضانه تتكلم قدامه، وانت لما يرجع البيت اوعي تقعديه قدام التلفزيون والكمبيوتر، اتكلمي معاه كتير ووديه جلسات تخاطب كتير، ووديه لدكتور يكتب له حاجات تنشط. طالما ابتدى يقول كلام هيقول، بس الموضوع عاوز شويه وقت يعني. سلامته يا ماما، الف سلامه، وان شاء الله يتكلم احسن مننا كلنا. طيب احبائي المشاهدين، النهارده احنا كنا بنتكلم مع بعض على موضوع بعنوان سيكولوجية الضحك، وقلنا انه موضوع الضحك ده من المواضيع المهمة قوي في علاقتنا بنفسنا، عبارة عن السواء النفسي كله. قلنا ان في مراكز للضحك موجودة في الدماغ، وهذه المراكز تؤدي الى تدفق موضوع الضحك الجميل ده. الضحك هو الانجاز الاكبر للانسانية. الانسان قيل عنه ان هو يعني الكائن الوحيد في الدنيا اللي بيضحك من قلبه ويبدع الضحك. يعني الضحك ده هو سر الحياة، سر الفرح. دعوتنا النهاردة للابتسام والضحك. قلنا ان الضحك ده بيحرك العضلات، بينشط الجسم، بيحسن المناعة، بيؤدي الى يعني زيادة المناعة في الغدد اللعابية وفي الجسم، ومقاومة السرطان، وتحسن الضغط والكوليسترول والتحاليل وغيره. يعني من كل زوايا الدنيا الضحك هو أفشت شيء في الحياة. لو سمحتوا يا جماعة قاوموا النكد. كل لما تبقوا في البيت مصادر فرح وسعادة للناس، وانت داخل كده وبتصلي كل يوم الصبح قول يا رب خليني أفرح اللي حواليا، ايه الطرق اللي تعملها عشان تفرح الناس؟ ازاي تتجنب النقد؟ ازاي تتجنب التجريح في الناس؟ ازاي تبقى دايما كلامك ايجابي؟ ازاي يبقى وجهك مبتسم؟ كزوج او كزوجه او كاب او كابن او كصديق، دايما الناس اللي تشوفك تحس انها عايزه تحبك. خلي وشك ده طاقه مشعه، اطلب النعمه دي من ربنا، قول يا رب حط على وشي ملامح فرحك، وفي لساني وفي كلامي، وشيل من كلامي مفردات التعب والالم وغيره. كتاب بيقول آيات جميلة، يمكن أنا كنت مجهزة عشان أقراها مع حضراتكم. يقول الكتاب كده عن إبراهيم، إن هو يعني موجودة الآية على الهوى، فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ تكوين 17. ربنا من فرحته بإبراهيم لما إبراهيم ضحك قال له هجيب لك ولد وسميه إسحاق، وإسحاق يعني ضحك، أيشك في اللغة العبرية يعني يضحك في اللغة العربية، أيشك يضحك. وسارة ضحكت، ومن فرحة ربنا بإبراهيم لما الأب يضحك قال له إيه رأيك إن هديك ولد، وكل لما تقول ابن إسحاق اسم ابن إسحاق هتضحك والناس كلها هتضحك. تخيلوا بقى يا جماعة، وده التعبير الجميل اللي قاله الكتاب في مزمور 126، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا. وبالمناسبة هذا المزمور يرنمه أبونا الكاهن بعد ما بيتمم سر الإفخارستيا والتناول في الكنيسة بعد القداس، يلف حوالين المذبح يقول التعبير الجميل ده، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا ولساننا ترنيما. احنا شعب فرح وشعب تهليل، فيا جماعة انقلوا روح الفرح ده للناس. كنيستنا كنيسة فرح، ترانمنا ترانيم فرح، الاكتئاب ليس من طبعنا ولا من أخلاقنا. انقلوا الروح دي الجميل ده للكنيسة. أحبائي المشاهدين، ربنا يفرح قلوبكم، بديكم يعني أيام جميلة مبهجة. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة الأعياد، الأسبوع الجاي هو أسبوع الألام، أو أسبوع الألام تحول إلى فرح. ربنا يفرح قلوبكم، بديكم أيام جميلة. برنامجنا يتعاد بكرة الساعة 1، الجمعة الساعة 5 بعد الظهر. إلى أن نلتقي في حلقتنا القادمة، لكم منا أجمل وأرق وأحلى الأمنيات. أشوفكم يوم الثلاثاء الجاي الساعة 8 بالليل. تصبحوا على ألف خير.